تنحسر أحلام الشباب وخاصة الشاب غسان المعاق منذ ولادته في زيارة بيت الله الحرام، ولأن حالته استثنائية فقد أجبر على حرمان الكثير من متاع الحياة، لكن إيمانه القوي وحنان أهله له جعلت القناعة والرضا صبغة تميزه عن أقرانه. إلى التفاصيل. على هذا الحال يأتي غسان يوميا بكرسي الإعاقة، لا يضيع فرضا للصلوات في إحدى جوامع أربيل، متحديا عوقه لم تحمله قدماه سيرا للعبادة، بل يداه التي يرفعهما شكرا وحمدا لخالقه. هذا الجامع قريب علي، وكل الصلوات كل الصلوات بها أصلي. أي والله كل الصلوات أصليها، قيام الليل حتى وراء رمضان. أنا أحمد الله وشكره على هاي النعمة الفضيلة اللي أنطاني لساني أذكر به رب العالمين، الحمد لله. والله أمنيتي أزور بيت الله، أي والله هاي أمنيتي بالحياة، والحمد لله والشكر. أي والله. والله سجلنا سبحان الله ما قاعد يطلع. يصطحبه شقيقه الأكبر الذي لا يفارقه، يتحدث عنه والألم والحزن يعتصران قلبه. والله يومية أني هو وين أطلع أخذه وياه، يعني معتبره وياه، يعني شلون ابني أزود من ابني، وأنقهر عليه من أشوفه بوحده بالبيت، ودائما أريد أونسه وأريد أطلعه وأشوفه، يعني أضحك على هالشباب اللي قاعد تلعب وقاعد هذا. أني أنقهر عليه والله، أشوفه أقول ليش أنا أخويا هيك، يعني أقول الحمد لله أنه الحمد لله هذا قدر الله سبحانه وتعالى. قدر الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كل حال. مقهور عليه؟ طبعا. شلون يعني أخوك تشوفه قدامك لا ظنى لا مرأة لا مشي لا لعب لا، يعني تنقهر، محروم من كل شيء، محروم من الزواج، محروم من اللعب، محروم من هذا. اصطحبنا معه إلى مسكنه البسيط الخالي من متاع الدنيا الذي تتوسطه والدته الصابرة المحتسبة التي لا تترك الدعاء له ولأسرتها. من بطني هو جا مريض، اي والله جا مريض من عمره ما ادري 6 أيام ما ادري 7، اخذت التكريت ونواجي بس جا روحه، بس هي انا بصدره وروحه، ما يلبط لا ايد لا رجل ماكو، بس روحه بصدره هي انا. أخذته على تكريت وبنوه جبس، ظلت البناية عليه شهر، قالوا شهر طلع صغير والله، يعني والله ما أدري 7 أيام ما أدري، يعني يمكن فلك 10 أيام وصبوه جبس. إيه طويله والله، إن شاء الله الله يعافيه ونروح المكة إحنا وياه. أي والله هذا نتمناها من الله. شو تقول الحين؟ والله أدعو من رب العالمين طول عمرها. أي والله وتخليها خيمة فوقنا. غسان ابن مدينة بيجي بلغ من العمر 31 عاما، قضاها ذاكرا وساجدا لله وما زال يسجد لله شكرا في كل وقت وحين بالرغم من عوقه الشديد، لتبقى أمنيته بزيارة بيت الله الحرام معلقة على أهل الكرم والجود. بشير الحسن، قناة الفلوج.